إذن دعونا نقف على الأسواق في العالم، ما بها وما عليها وتأثيراتها على أسواق السلع. لينا قنوع محللة أسواق المال في إكويتي جروب، أهلا وسهلا بك سيدة لينا. وبدءا دعينا نبدأ من الولايات المتحدة الأمريكية التي تستأثر أيضا بكثير من الاهتمام في ظل إعادة الانتخابات في جورجيا فيما يتعلق بالنواب لحسم الملف العالق بمجلس الشيوخ، وأنت تعلمي أهمية مجلس الشيوخ في القرار الأمريكي، وبالتالي هذه الانتخابات تحظى باهتمام كبير. سؤالي، الأسواق كانت قد رحبت بجو بايدن كديمقراطي، هل ذات الترحيب بسيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ؟ نعم، أهلا بك. بالفعل هناك ترقب واضح من قبل الأسواق على الانتخابات في ولاية جورجيا، وتم حسب آخر المصادر أو حسب إحدى المصادر بأنه تم فرز 98% من الأصوات في ولاية جورجيا، وهناك تقدم للديمقراطيين بذلك وللديمقراطي رافائيل وار بأنه متقدم، وإذا حاز بالفعل الحزب الديمقراطي على المقعدين فبالتالي سيكون هناك سيطرة للحزب الديمقراطي على مجلس الشيوخ. بالتالي هذا هناك سيكون، إذا تم فعلا سيطرة الحزب الديمقراطي سيكون هناك حزم تحفيزية أكبر، لكن سيتم رفع الضرائب الذي يريدها جو بايدن، تصاعد تهدئة عفوا في التوترات الأمريكية الصينية. لكن لو تم فعلا توازن حيث يتم سيطرة الديمقراطيين على البيت الأبيض، وكما كان سابقا هو الانقسام بين الجمهوريين والأغلبية تكون للجمهوريين، ستكون سياسة أكثر توازنا، وبخاصة في السياسة الخارجية الأمريكية، وأيضا من حيث أيضا أن سوف تكون الحزم التحفيزية ضرورية في ظل هذه الجائحة والاقتصاديات المتضررة من فيروس كورونا، لكن لن تكون بالضخامة التي يريدها الديمقراطيين. وأيضا من حيث التوترات الأمريكية الصينية ستكون أقل حدة، فبالتالي ربما هذا يكون الأفضل للأسواق. لا يعني على المدى القصير لو تم الديمقراطيين فعلا السيطرة كاملة، سنرى بالفعل يعني حزم تحفيزية أكبر ستساعد الأسواق في المدى القصير، لكن على المدى المتوسط والطويل لن يكون يعني لن تكون هذه سترحب بها الأسواق، لأن سيكون هناك بالفعل رفع الضرائب سيؤثر على ربحية الشركات، وبالتالي سيكون هناك ربما سيؤثر على أسواق الأسهم. لكن مع الحزم التحفيزية في المدى القصير ربما سنشهد هذه الارتفاعات. نعم. جيد، دعيني أنتقل بك إلى موضوع آخر فيما يتعلق بالنفط، وأنت تعلمي أن ثم التوافق حدث داخل البيت أوبيك بلس، وتنازلت السعودية طواعية عن الزيادة في الإنتاج، وكان الخلاف حول الزيادة والتخفيض يعني، وارتد ذلك على أسعار النفط بالإيجاب. سؤالي عن الاستهلاك الحقيقي في العالم بعيدا عن هذه التسويات التي تتم داخل أوبيك بلس فيما يتعلق بالإغلاقات التي تنتظم العالم جراء فيروس كورونا وما إلى ذلك من هذه المستجدات، كيف تؤثر على الطلب الحقيقي؟ نعم، في ظل الضبابية التي يعانيها العالم من ارتفاع في عدد الإصابات في فيروس كورونا، وأيضا التباطؤ إلى الآن في اللقاحات في توزيعها، ربما يعني لم نشهد إلى الآن يعني تعافي كامل من فيروس كورونا، فبالتالي ما زالت الضبابية موجودة، وبالتالي هذا تأثيراته على أسعار النفط ستكون موجودة. لكن هذه التخفيضات الطوعية التي كما وصفها البعض بأنها هدية لأسواق الطاقة، فبالتالي سيصبح الانتاج او الكوتا لاوبك بلس ب 8,125,000 برميل يوميا، بالتالي سوف تحتاجها الاسواق، وانا اتوقع كيف رحبت الاسواق امس بهذه الاتفاق الجديد والذي يعتبر تاريخ لاوبك بلس بارتفاعات ب 5%، فاتوقع ان اسعار نفط الخام الامريكي الخفيف سوف ترتفع
وأتوقع 55 دولار للبرميل في عام 2021، لكن سوف يحصل عليها في النصف الثاني، ربما ستكون يعني الارتفاعات الصعودية الأكبر من ذلك حتى يتم بالفعل يعني السيطرة على جائحة الكورونا، وكيف ستكون اللقاحات بالفعل قادرة على مقاومة هذا الفيروس. فهناك ترقب يعني ترقب لهذا الموضوع حتى نستطيع أن نقول بالفعل قد حققنا يعني نستمر في هذه الارتفاعات والصعود لأسواق النفط، لكن على المدى القصير والمتدرج متوقع أسعار النفط 53 إلى 55 دولار للبرميل. نعم، ماذا عن الذهب؟ يعني اليوم نلاحظ أن العلاقة مع الدولار هي التي تحكم الذهب من الدرجة الأولى، العلاقة العكسية، لكن اليوم تزامن تراجع للدولار وتراجع للذهب أيضا، ما القصة؟ بالنسبة طبعا لا ننسى أنه الدولار اليوم متراجع، وأيضا كما ذكرت الذهب متراجع، يعني ما زالت نظرتنا إيجابية للذهب على المدى المتوسط والطويل، ومتوقع أن نصل إلى 2000 دولار، نحن 1950 مقتربين منها، ولو ما تجاوزها فال 2000 دولار. لا ننسى أنه اليوم عوائد السندات على 10 سنوات مرتفعة 1%، وبالتالي كما ذكرنا في يظهر أن الأسواق رحبت بفوز الديمقراطيين، فبالتالي شفنا العوائد سندات لعشر سنوات عم ترتفع، هذا يعني ربما يعني شهد الدولار ارتفع ثم عاد إلى التراجع. بالتالي على المدى القصير متوقع أن تكون هناك تذبذبات على أسعار الذهب، وعم ننتظر اليوم نحن أيضا محضر الاجتماع الفدرالي الأمريكي، لا تغيير في السياسة، سيبقي على برنامج شراءه من السندات، وأيضا أسعار الفائدة ستبقى منخفضة حتى عام 2021 حتى وصول التضخم إلى المستويات المطلوبة. فبالتالي يعني إذا سياسة البنوك المركزية في العالم كما ذكرنا هي المحفز الأكبر لارتفاع أسعار الذهب نحو الارتفاع، فبالتالي يعني امتداد الارتفاع في الأسعار أمر محتمل في الأسواق، يعني والتراجعات اللي عم نشاهدها هي فقط عمليات يعني تصحيح بعض الارتفاعات اللي عم نشوفها على أسعار الذهب، فيبقى الذهب هو الملاذ الآمن في هذه الفترة في ظل ارتفاع عدد الإصابات في فيروس كورونا، وأيضا في ظل تراجع الأسهم، لأني عم نشوف أيضا الأسهم الأمريكية، العقود لأجل الأسهم الأمريكية بعد ارتفاعها أنت عم نشوفها اليوم عم تفتتح على تراجع. أشكرك لينا قنوع محللة الأسواق المالية في إكمت جروب.